أهلا بيكم، يلا ننطلق بقطار فوتوشوب 2020. استعدوا جيدا واربطوا الأحزمة. طبعا اول ما نفتح البرنامج راح تطلع لنا هذه النافذه. بهذا الجزء اللي على يمنا نقدر نفتح صوره، وبهذا الجزء اللي على يسرى كرييت نيو نقدر من خلاله نفتح قياسات جديده. وطبعا قصه القياسات قصه طويله، يلا نتعرفها سويا. اهلا بيكم، عندنا نوعين من انواع التصميم. النوع الأول هو التصميم المعروض، والنوع الثاني هو التصميم المطبوع. يعني معناها عندنا نوعين من المقاسات، عندنا مقاسات للتصميم المعروض ومقاسات للتصميم المطبوع. خلينا نبدأ أولا بالتصميم المعروض. وطبعا أشهر هذه المقاسات هي مقاسات السوشيال ميديا، ومن أشهر مقاسات السوشيال ميديا هي فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. وراح نتعرف على مقاسات منصات التواصل. أولا فيسبوك. فيسبوك يحتوي على مجموعة من التصاميم، من ضمن هذه التصاميم هو غلاف صفحة الفيسبوك، أي ما تسمى بالبروفايل. وطبعا هذا هو الأكثر شيوعا لأن يوحي إلى الهوية التجارية للمؤسسة أو الصفحة. طبعا القياسات تغيرت، كانت بالسابق 850x315، حاليا أصبحت 675 بكسل للارتفاع و1200 بكسل للعرض. وطبعا راح ناخذ مثال لبروفايل فيسبوك. طبعا هذا بروفايل فيسبوك صفحة عالم بهاء الاحترافي على الفيسبوك. النوع الاخر هو مقاس غلاف الجروب فيسبوك، والقياس الحالي هو 859 بكسل للارتفاع و1640 بكسل للعرض. وطبعا هذا مثال هو البروفايل الخاص بجروب عالم بهاء الاحترافي على الفيسبوك. النوع الاخر هو البوست او المنشور او التصميم، ويفضل أن يكون المقاس مربع، أي ما يسمى 1:1، يعني العرض 1 الارتفاع 1 متساوي بالطول. والعرض طبعا هو الأكثر استخداما والأفضل والأكثر انتشارا بخوارزميات الفيسبوك. وطبعا مقاس هذا البوست هو 1080 للارتفاع و1080 بكسل للعرض بما أنه هو مربع. ورح ناخذ أمثلة، هذه عندنا إعلانات تم تصميمها على برنامج فوتوشوب. النوع الآخر هو فيسبوك ستوري، وطبعا أيضا شائع وشهير الاستخدام. وطبعا مقاس الستوري هو 1080 للعرض و1920 للارتفاع. وطبعا هذا مثال للستوري تم عمله على برنامج فوتوشوب خاص في منصة عالم بهاء الاحترافي. بعد ما تعرفنا على الفيسبوك راح ننتقل الى انستغرام. انستغرام ايضا هو الاخر شهير جدا بالمقاسات وكثير الاستخدام بالتصميم. ايضا يحتوي على مجموعة من الانواع. النوع الاول اللي هو البروفايل ايمج، واللي هو صورة مصغرة للحساب ودائما تكون دائرية. طبعا انت حر تريد تشتغلها مربعة او تريد تشتغلها دائرية، الحالتين راح تكون دائرية. وطبعا مقاسها 110x110 بكسل. ممكن واحد يتساءل يقول المقاس صغير وممكن تكون الدقة قليلة. نعم، انستغرام الصورة المصغرة الخاصة بالحساب ما تتكبر، يعني راح تبقى صغيرة مهما كان حجمها، وبالتالي الدقة هذه كلش مناسبة وملائمة وسريعة وخفيفة، ممكن تفتح الصفحة بشكل أسرع. الجزء الآخر هو الصور المصغرة الخاصة بالمنشورات عندما تدخل على البروفايل، وطبعا هذا قليل الاستخدام جدا، يستخدم فقط للتوضيح، اللي هو 161x161. الجزء الآخر واللي هو الأهم والأفضل والأكثر استخداما هو التصميم أو المنشور الخاص بالحساب، واللي هو طبعا يكون 1080x1080 ويكون مربع نسبة قياسه 1:1. والجزء الأخير واللي هو مهم والأكثر استخداما بالإنستغرام اللي هو إنستغرام ستوري، وطبعا مقاسه 1080 للعرض والارتفاع 1920. هذا فيما يخص الإنستغرام. طبعا هذه القياسات مهمة جدا، وضروري أنت كمصمم ناجح كمصمم محترف لابد أنه تشتغل التصاميم بقياساتها الصحيحة.
طبعا نشاهد أمثلة لهذه الأعمال. طبعا هذه الأعمال تم عملها بفوتوشوب خاصة بإنستغرام. مثل ما تلاحظون هذه هي المقاسات اللي موجودة هنا نفسها موضحة على الشاشة. ننتقل إلى يوتيوب. طبعا يوتيوب يحتوي على الجزء المهم اللي هو البروفايل الخاص بقناة اليوتيوب، وطبعا ضروري جدا ضروري ان تكون القياسات الخاصة بالبروفايل بهذه القياسات، يعني ما تكون عبارة عن شريط طويل، لان اذا كانت شريط طويل اليوتيوب ما راح يقبلها. اليوتيوب يريد هذه القياسات وهذه المناطق تكون فارغة اللي باللون الاسود، وهو راح يهملها ويعرض فقط هذا الجزء. وطبعا هذه القياسات هي 2048 بكسل للعرض و1152 بكسل للارتفاع، وراح اراويكم مثال اللي هو البروفايل الخاص بمنصة عالم بهاء الاحترام. هذا الجزء هو نفسه راح ينعرض، والجزء اللي بالاعلى والبالاسفل راح يتم اهماله. الان راح ننتقل الى التصاميم المطبوعة. التصاميم المطبوعة كثيرة، وفي الغالب تكون خاصة بالأعمال التجارية أو الهوية التجارية، ومن أشهر هذه الأعمال التجارية اللي ظلت صامدة لحد الآن اللي هي التقويم. لحد الآن الناس تستخدم التقويم سواء كان هجري أو ميلادي أو قمري أو أي تقويم آخر، وفي الغالب التقويم يكون قياسه A4 أو A3، وطبعا A4 اللي هو المقاس الشائع، وراح نتعلم من خلال فوتوشوب شلون نفتح مقاس A4 وشلون نفتح مقاس A3. الجزء الآخر اللي هو الباج التعريفي، أيضا من الأمور الشائعة وكثيرة الاستخدام وإلى الآن تستخدم في كافة المؤسسات والمنظمات. الباج التعريفي يكون قياسه 9 سنتيمتر في 5.5 سنتيمتر. طبعا إذا كان طولاني راح تكون 9 للارتفاع، وإذا كان عرضي راح تكون 9 للعرض. التيشيرت أيضا من الأمور المهمة وكثيرة الاستخدام، وإلى الآن يتم استخدام التيشيرت. التيشيرت بمقاسات كثيرة، من ضمن هذه المقاسات اللي هو السمول والميديوم واللارج. السمول اللي هو 59 في 46 سنتيمتر، الميديوم اللي هو 66 في 49 سنتيمتر، أما اللارج هو 72 في 59 سنتيمتر. راتشيته الطبيب أو وصفة الطبيب، طبعا كلمة راتشيته هي كلمة تركية تعني وصفة. في الغالب يكون قياس الراتشيته A5 أو ممكن يكون A4. ممكن أحد يتساءل شنو هو A5 وشنو هو A4، راح نتعلم إن شاء الله من خلال التطبيقات العملية، ولكن خليني أوضح. A4 هو مقاس يكون قياسه 30 سنتيمتر تقريبا، 30 سنتيمتر للارتفاع و 21 سنتيمتر للعرض. أما الـ A5 فهو نصف الـ A4، أما الـ A3 فهو ضعف الـ A4. غلاف بحث، وطبعا غلاف بحث أو تقرير عادة يكون A4 وفي بعض الأحيان يكون A5. غلاف كتاب، طبعا توجد الكثير من أنواع الأغلفة، وأشهر هذه الأنواع هو القياس وزيري، واللي يكون 17 سنتيمتر للعرض و 24 سنتيمتر للارتفاع. أما الرقعي فهو نفسه الـ A5. فاتورة شراء أو وصل شراء، طبعا في الغالب تكون A5 وفي بعض الأحيان تكون A4. الكرت الشخصي، الكرت الشخصي بنفس مقاس الباج التعريف اللي هو 9 في 5.5 سنتيمتر، كيس بلاستيكي وإلى الآن يستخدم وبشدة وبكثرة، وطبعا بمجموعة من المقاسات. أشهر هذه المقاسات هي 40 في 50 سنتيمتر، 40 في 30 سنتيمتر، 35 في 25 سنتيمتر. كيس ورقي وأيضا يستخدم وبكثرة، وهو أكثر صحي من الكيس البلاستيكي، وبه مقاسات كثيرة، وأشهر هذه المقاسات هو 32 في 42 سنتيمتر. منيو الطعام واللي هو أيضا يستخدم بشكل كثير وشائع وإلى الآن، وفي الغالب يكون قياسه A4 وفي بعض الأحيان يكون A5. طبعا هذه أشهر المقاسات للتصاميم المطبوعة، وبالتالي قدرنا نبين أنواع ومقاسات التصاميم المعروضة وأنواع ومقاسات التصاميم المطبوعة.